أما حديث خير من طال عمره حسن عمله، فهذا في أدلة كثيرة صحيحة في هذا المعنى، وهذا المعنى ثابت في أكثر من دليل. وعن النبي صلى الله عليه وسلم أن خيركم من طال عمره وحسن عمله، وهذا حديث جيد، هذا حديث جيد. وأما مسألة أنكم يكونون متفخرين ذلك الجعلان، هذا في أدلة كثيرة، منها حديث لا يكون لكم أقوام أو لا ينتهي أقوام عن فخر بأبان، أو لا يكونن أهون على الله من الجعلان لا تدفع نذنا بأنفيا، هذا في إسناد هشام بن سعد وهو سيء الحفظ، وله طرق كثيرة لكن بغير هذا اللفظ، مثل عند أحمد بسند صحيح أن الإسلام خطب الناس في أيام منا قال لا فضل لعربي على أعجمي ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى، هذا حديث صحيح. أما اللفظة هذه لفظة لا يكون أهون على الله من الجعل تدفع النتن بأنفها، هذه تفرد بها هشام بن سعد وهو سيء الحفظ، وإن كان هو قد خرج المسلم لكن في المتابعات والشواهد. ولكن جاء حديث آخر عند الإمام أحمد بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تعزى في عزاء أهل الجاهلية فأعظوه بهني أبيه، يعني ما افتخر بالأنساب أو طعن في الأحساب، افتخر بالأحساب وطعن في الأنساب يؤمر بعض هني أبي، وهذا من أشد وأغلط الأحاديث الواردة في تهجين هذا الأمر، لأن الإنسان قال فأعظوه يعني ولا تكلوا، يعني صرحوا بأن يعظ كذا وكذا، يقول ولا تكلوا لأنه لا حرمة له ولا قدر لما لم يكن ملتزما بأمر النبي وأمر بأمر الله وأمر النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا جاء أيضا في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم اثنتان بنسهما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت. أما الإخبار كانوا سيخبر عن نفسه بين من القبيلة الفلانية أو من القبيلة الفلانية، هذا لا نزاع فيه باتفاق العلماء.